الصقرة الفيرتبرية أو الصقرة سموه صقرة ليه؟ سموه لأن الخمس فقرات اللي موجودين في الغرس وفي البوكس نفس العدد، في الشيب بيوصل عددهم لأربعة، في الدوج بيوصل عددهم لتلاتة، ملتحمين في عظمة واحدة، سموا العظمة دي الصقرة، سموها الصقرة أو الصقرة الفيرتبرية. وهنشوف بقى الديفرنس، وصف تفصيلي للصقرة ما بين الصقرة في الديفرنت أنيمال، هنشوفه في الفيديو القادم. والصقرة دي او الصقرة الفيرتبري الفقرات العجزية، الفقرات العجزية دي عاملة سقف الحوض، يبقى اتفقنا الفقرات الصدرية عاملة سقف الايه؟ الصدر، السوراتيك فيرتبري، والفقرات القطنية اللمبر فيرتبري عاملة سقف البطن، والصقرة الفيرتبري عاملة سقف الحوض، هي واول اثنين او ثلاثة كودال او كوستيجيال فيرتبري. الصقرة الفيرتبري بتتميز ان هي فيوزد مع بعض، فيوزد مع بعض بتعمل عظمة واحدة. يبقى كلهم فيوزد مع بعض، البودز بتاع الفيرتبري فيوزد مع بعض وعملوا عظمة واحدة. العظمة دي بعرف عدد العظام اللي شاركت في تكوينها من عدد الايه الاسبانس بروسيس، خمسه او واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ساكرا فيرتبري. واحد يقول لي طب ما في واحده كمان ست، ده دي الفيرست كودال او فيرست كوكسجيه الفقره الظهريه الاولى، ماشي. فده كده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للهورس. بنوصف الساكرم كعظمه واحده بتتكون من بيس، البيس بتاعتها بتتكون من الفيرست ساكرال فيرتبرا، البودي بتاع الفيرست ساكرال فيرتبرا كومبريزد دورز فينترالي زي ما احنا شايف كده، وبعدين ده الكرانيال تيكولار سيرفيس مع الايه؟ الكرانيال تيكولار بروسيس مع الماميلاري بيبقى ستريت زيه زي اللمبر اللي قبله. السبانس بروسيس، السبانس بروسيس اهو دايركتد ايه؟ كودو دورزالي، كودو دورزالي كده، ويبقى في ايه؟ في سوميتس، ماشي، ولكن ما اتحدوش مع بعض. الاعصاب اللي كانت بتخرج من الانتر فيرتبرا الفورامين وتنقسم لدورزال برانش وفينترال برانش بعد ما تخرج من القناه الفقريه، انقسمت جوه القناه الفقريه جوه الفيرتبرال كانال، وطلع الدورزال برانش بتاع السبانال نيرف طلع من الايه؟ من الدورزال ساكرا الفورامينا اهو، الدورزال ساكرا الفورامينا اللي هي الصغيره، علشان الجزء اللي بيغذيه صغير، فالعصب صغير، فالخرم بتاعه لا يخرج منه صغير. تعال شوف بقى الفنترال ساكرال فورامن اللي بيطلع منها ايه؟ اللي بيطلع منها الفنترال برانش اوف ساكرال نيرفز او سباينال نيرفز، يعني بيغذي اجزاء كبيره من الجسم، ماشي، وما فيها الاطراف، فبيبقى كبير، فبالتالي الثقب بتاعه كبير. ربنا بيقول ايه في القران؟ كل شيء ايه خلقناه بايه؟ بقدر وبحكمه سبحان الايه الخالق. طيب الفنترال ليب، الفنترال ليب بتاع الفيرست ساكرال فيرتبرا دي بيسموها البرومونتري، برومونتري اوف سكرم، دي بتكون الدورزال باوندري بتاع البلفيك انلت، بلفيك انلت او مدخل الحوض، دي بيسموها البرومونتري اوف ايه؟ اوف سكرم. هنا في ايه؟ في فاسيت، فاسيت اهي، اوفال فاسيت اهي، الاوفال فاسيت دي كونفكس عشان تتمفصل مع مين؟ مع الستة لمبر. نرجع تاني، الستة لمبر كان فيها ايه؟ فاسيت علشان تتمفصل مع السكرم، هي دي برضو فيها كونفكس فاسيت علشان الستة ايه؟ الستة لمبر. يبقى انا عندي زي ما انا شايف كده، لما اشوفها في دورزال فيو، دورزال فيو قدامك كده شايف ايه؟ فيوز كرين ارتكولار سيرفيس مع الماميلاري، ماشي، ده كده، ده الفاسيت اللي هي هتتمثل مع السكسس لمبر، دي الفرتبرال كانال، دي السباينس بروسيسز، ماشي، دي السوميت بتاع السباينس بروسيسز، دي الدورزال ساكرال فورامينا، دورزال ساكرال فورامينا عددهم اربعه لان هما بين خمسه فيرتبري باربعه، ماشي. وبعدين دي اللي هي اللاترال ساكرال كريست اللي عملها الفيوزد الفيوزد ارتكولار بروسيسز، ماشي، ودي اللاترال بوردر اللي عمل لها فيوز دي ايه ترانسفيرس بروسيس. لما اجي للفنترال فيو، الفنترال فيو شايف انا في البرومونتر اوف سيكل، برومونتر اوف سيكل، ماشي، وبعدين شايف الفنترال ساكرال فرام، فنترال ساكرال فرام، خلاص، بشوف برضه خطوط كده مكان التحام الايه؟ الفقرات العجزيه الايه؟ الخمسه، دي بتاعت الايه؟ بتاعت الهوس. تعالى نشوف الاوكس، نشوف ايه اللي حصل فيه. اللي حصل في الاوكس الاتي، برضه فيوزد، فيوزد وعددهم خمسه. طيب تفرق ايه بقى عن الهورس؟ يفرق الاتي، اتحدت السباينس بروسيسز والسومتس بتاعتها وعملت ايه؟ ميديان ساكرال كريست، دي ميديان ساكرال كريست، ميديان ساكرال كريست. طيب واضح قوي اللاترال ساكرال كريست اللي عمل لها اتحاد الارتيكولار بروسيسز، ارتيكولار بروسيسز كرانيال وكودال بتاعته عملوا لاترال ساكرال ايه؟ لاترال ساكرال كريست. الدورزا ساكرا الفورامينا موجوده وصغيره علشان الاعصاب اللي بتعدي منها ايه؟ صغيره. خلاص؟ طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه لما اجي اشوف بقى في الفنترال فيو اهو، ادي الفنترال ساكرا الفورامينا الكبيره اهي. وادي اللاترال بوردر اللي عملها اتحاد الايه؟ اتحاد الترانسفيرس بروسيسز.
طيب هنا بقى لما الاقي البروبونتور سكرم فيه موجوده يعني يلا ادخل حوض هي كمان خلاص الفنترال ليب بتاع الفيرست ساكرال فيرتيبرا اجي ادور هنا على فاسيت عشان تتمفصل مع السبتة مفيش لان السبتة لمبر بتاعتها ما فيهاش ايه ما فيهاش فاسيت للسكرم اصلا ودي خاصيه موجوده في الايه في الهورس دي اللي هي الايه السكرم بتاعه الاوكس عشان ما يحصلش لابس نوضح ان في ثلاثه ساكرال كريست موجودين في حاله الايه في حاله الاوكس اللي هي ميديان ساكرال كريست اللي اتعملت بيه التحام السباينس بروسيسز ماشي وبعدين في انترميديت ساكرال كريست عملها اتحاد الايه الارتيكولار بروسيسز الكرينيال والكودال دي انترميديت ساكرال كريست وفي لاترال ساكرال كريست لاترال ساكرال كريست عملها اتحاد الترانسفيرس بروسيسز يبقى لاترال ساكرال كريست وانترميديت ساكرال كريست وميديان ساكرال كريست يبقى دي ميديان ساكرال كريست وانترميديت ساكرال كريست ولاترال ساكرال كريست ده طبعا مميزه للايه للساكرم بتاعه الاوكس طيب لما اجي بقى عشان نخلص بقى نبص نلاقي الساكرم بتاعه الايه بتاعه الشيب الساكرم بتاعه الشيب برضو عملت ايه عملت ميديان ساكرال كريست كده ميديان ساكرال كريست بتكون اربع عظمات بتكون اربع عظمات يبقى في ثلاثه فورامينا بينها واحد يقول لي طب ما في كمان اهي لا ده دي الفيرست ايه الزيليه الاولى الزيليه الاولى باربع عظمات بينهم ثلاث ايه ثلاث ثقوب فيها البرومونتر اوف سكرم فيها البرومونتر اوف ايه اوف سكرم فيها خاصيه من اللمبر اللي هي الايه الكرين ارتكولار بروسيس مع الماميلاري كيرفت ميديال او كيرفت ميديال اهو زي دي برضو في الاوكس اهي كيرفت ميديال اهي حاجه ما كنتش بلاقيها في الايه كنتش بلاقيها في الهورس طيب ميديال ساكرال كريست ولاترال ساكرال كريست دورزا ساكرال فورامينا وفنترال ايه ساكرال فورامينا ودي بتاعت الايه بتاعت ال الشيء خلينا بقى نشوف بتاعه الايه الساكرال بتاع الدوج ساكرال فيرتيبري والثلاثه ساكرال فيرتيبري دي عملوا ميديال ساكرال كريست ميديال ساكرال كريست بتبقى ايه نوتشد نوتشد مش التحام تام زي الاوكس كده لا فبتبقى ايه نوتشد او فيها سلامات او فيها تقطعات طيب واحد يقول لي طب تعرف ازاي ان هما ثلاثه عشان في بينهم ايه زوجين من الثقوب اهو الفنترال ساكرال فورامينا الواضح عايز زوجين اهو يبقى هما ثلاثه 1 2 3 اهو يبقى عددهم ايه؟ عددهم ثلاثة، الدوج عددهم ثلاثة، بالتالي بينهم زوجين من الايه؟ من الثقوب، دي حاجة، وده ستريت ما هواش كيرفت، يبقى ما هواش ايه؟ ما هواش شيب، أو هنا واضحة ايه إنها نوتشد برضو، وهنا كمان، كل دي ايه؟ ساكرم أوف دوج، ساكرم أوف دوج، اتفقنا الساكرم أو الفقرات العجزية اللي هي عاملة سقف الحوض، ومعاها بيشارك معاها اللي هو الايه؟ الفيرست 2 أور 3 كودال أو كوكسيجيال فيرتبريل. الكودال اوركوكسجيال فيرتيبريل هي الفقرات الزيليه او العصبصيه زي ما حضرتك شايف في الهيكل اللي احنا عاملينه ده الفقرات الزيليه عددها بيختلف من حيوان لحيوان ففي الغورس بنلاقيهم عددهم من 15 ل 21 حضرتك في غورس تلاقي السارة بريد او بعض فصائل الهورس تلاقي الديل طويل او ممكن يوصل في عدد الفقرات ل 20 فقره الارابيا الهورس زي اللي معانا ده بيبقى ديله جميل ومرفوع لفوق لان عدد الفقرات فيه ممكن يوصل ل 15 16 فقره الفقرات الزيليه زي ما قلنا بيختلف عددها ففي الهورس بنلاقيها من 15 ل 21 في الدوج بنلاقيها من 20 ل 23 والنمبرز اللي هو يعني بيتكرر كتير في الدوج على الهيكل اللي احنا عملناه وشفناها حوالي 20 فقره في البوفاين زي ما حضرتك هتشوف معايا كده بيوصل عددهم من 18 ل 20 فقره في الشيب بيوصل عددهم من 16 ل 18 فقره فبيختلف عدد الفقرات الزيليه من حيوان لحيوان كمان الشكل بتاع الفيرتبرا سواء البودي او الارش والبيديكلز بتاعتها بيختلف والسباينرز دورسيس بتاعتها في نهايتها بيختلف من حيوان لحيوان